أعزائي مشاهدين قناة المجد للأطفال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في تغطية جديدة من برنامج هنا مجد. مرحبا بكم، معكم المقدم ريان الربيعان في مدرسة أبي عمرو البصري في اجتماع الفرقة الكشفية. ترى انتوا صرتوا معاهم الحين، يعني العازات هذه للجميع مو بس قرب شويه، خليكم على خط الجميع. اول خلاص ترادف مع زميلك. اي قرب، لا هو قرب. هذه مدرستكم ولا؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ محمد المبيض. بأي صف تدرس؟ صف السادس. وبأي مدرسة؟ مدرسة أبي عمرو البصري. طيب وش أكثر الفعاليات اللي عجبتك بالبرنامج؟ فعالية الحطب، لأن فعالية ناخذ منها فائدة ونتعلم لو طلعنا البر وإن رحنا مكان في البر ومخيم وكذا. طيب وش دورك بالبرنامج؟ استقبال الضيوف، جانا ضيوف من مدرسة عبد الله الحارث ومدرسة الأرقم ومدرسة الأرقم وتشرفنا فيهم والنعم فيهم. طيب وشو اللي خلاك تدخل الكشافة اللي شدك؟ السنة الماضية شفت طلاب تخرجوا وكانوا كشفية وحفزوني وأنا استمتع بهذا الدور وأخذ فوائد كثير يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ خالد إبراهيم عبدالله البطي. الصف؟ خامس ابتدائي. وأي مدرسة؟ أبي عمرو البصري. طيب وش الفعالية اللي عجبتك من النشاط؟ بهذا النشاط ولا الأنشطة الكاملة؟ النشاط هذا اللي عجبني إنه كان فيه تعاون وكان كل واحد يساعد أحد، ولا واحد قال نفسي كلني يساعد، واللي يروح يصوب، واللي كان فيه تعاون مرة كثير. طيب أنت أول مرة تشارك باجتماع كشافة ولا قد مرة شاركت؟ كثير يعني مرتين أو ثلاث شاركت. وش؟ حق وزارة التعليم شاركت به، ومستشفى القوى، الحرس، وبس هذولي. وكيف الحركات الكشفية؟ التحية كانت الحركات زينة، والتحية وفي تحية الكشف اللي أهم شيء. كيف تأدى التحية الكشفية؟ نسكر الخنصر والإبهام ونحط هذول الثلاث ونحطهم كذا وندق التحية باليمين، نرفع يدينا كذا. شكرا لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشاف دوب موسيقى كده وضعيك استعداد. ها لليمين در، لليمين در، لليمين در، كلنا سوا شباب، لليمين در خسين، نفس الكلام اللي هنا
لليسار در، كلنا سوا، لليسار در، رائعين. طيب الحين ركزوا يا شباب، نقول للخلف، للخلف قلنا على يدك اليمين 180 درجة، تمام؟ يعني وجهك هناك يصير وجهك هناك، تمام؟ يلا بنشوف. للخلف در، تمام. مرة ثانية للخلف در، اتفقنا حنا على يدك اليمين بتلف، اللف على اليمين، وين يدك اليمين؟ هنا، هذه اليمين. للخلف در، تزيد. لليسار در، رائعين. للخلف در، للخلف يا شباب. انا قاعد اشوف مركزين ولا لا؟ مركزين ولا جوعانين ولا ايش وضعكم؟ للخلف در، لليسار در، للخلف در، وين الكل سريع ساعد. عرفني عن اسمك. أحمد خالد الملاحي. بأي مدرسة؟ مدارس الأرقم الأهلية. صف كم؟ صف سادس ابتدائي. وش النشاطات التطوعية اللي سويتها؟ نظفت مسجد، زرعت أشجار، شو اسمه، تبرع. طيب وش الرحلات اللي قد سويتها؟ رحلات مع الكشافة يعني؟ يعني أنا توي جديد رحت المعرض الملك عبد العزيز للتراث، ورحت يعني تقريبا، وبعض المدارس رحنا نسوي احتفاليات هناك. طيب وش الرحلة اللي عجبتك منها؟ شو اسمه، رحلة ملك تراث الملك عبد العزيز. شكرا. عرفنا باسمك. ياسر بن حسن الخضيري. بأي صف تدرس؟ سادس ثاني. طيب بأي مدرسة؟ أبي عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم. هل قد شاركت ببرامج زي كذا قبل؟ إي كانت حلوة ممتعة. طيب وش أحسن شيء صار بالاجتماع اليوم؟ الاجتماع اليوم إنه شفنا المدارس اللي معنا وكذا وانبسطنا معهم يعني. طيب وش هي التحية الكشفية؟ التحية الكشفية إن في ثلاثة أصابع وكل أصبع له معنى. شكرا، مع السلامة. مع السلامة. على الخنصر كذا بالشكل هذا، تمام؟ وهو يبادل لي نفس التحية. هذه يعني تدل على تبادل الاحترام بين أعضاء الفرقة الكشفية أو القادة الكشفية، تمام؟ وتنزل يدك. طيب إذا سمعنا القانون الكشفي شو نسوي؟ على طول ناخذ التحية الكشفية بهذا الشكل. مين حافظ القانون فيكم؟ يلا يا نايف. القانون، القانون، صادق مخلص مطيع، صادق مخلص مطيع، طيب هذا اللي قاله نايف، الوعد ولا القانون؟ قانون الكشفي. قانون الكشفي كم بند؟ مين يعرفهم؟ مين يعرفهم كم بند اللي قاله نايف؟
عشر نقاط لازم يتحلى فيهم الكشاف، اللي هم صادق ومخلص ومطيع وودود ورفيق ونظيف ونافع مؤدب مؤدب مباشر وآخر شيء إيش؟ مقتصد. يعني الكشاف مقتصد في أي شيء، ما يهدر الماء، ما يهدر الكهرباء، ما يهدر الأموال أو يضيع الأشياء كذا بلا فائدة. تمام؟ طيب هذا القانون. طيب من حافظ الوعد الكشفي؟ عندك شو اسمك؟ عبد الإله. عبد الإله تقولهم للطلاب الحين تحية، خذ الكل بسوي بهالشكل هذا، وبتقول أنت الوعد وبرددوا وراك. تفضل عندي هنا. يلا قولهم تحية خذ. تحية خذ. كذا يا شباب الوعد والقانون قلنا كذا. كذا متى؟ في يدك اليمين. في يدك اليمين. في يدك اليمين. أيدي أسفل. تحية خذ. تفضل. الوعد الكشفي. الوعد الكشفي. أعد أن أبذل غاية جهدي. في أن أقوم. في أن أقوم. بما يجب علي. كشفيات جديد. ممتاز يا نايف. الاسم الكريم ركان. بأي مرحلة تدرس؟ سادس ابتدائي. بأي مدرسة؟ عبد الله بن الحارث. طيب وش التحية الكشفية؟ طيب هل قد شاركت ببرنامج زي كذا ولا اجتماع زي كذا من قبل ولا لا؟ لا والله هذه أول مرة. وش أحسن فعالية صارت هنا؟ أحسن فعالية شو اسمه إنك تسألني وأنا أجاوبك، اللي شلون يعني شلون أقول لك يعني مثل التمارين و وش اللي خلاك تدخل كشافة اللي شدك؟ والله اللي شدني مميزاتها وش اسمه واللي شدني انه من تميز من احترام من كل شيء. شكرا مع السلامة. الاسم الكريم رسلان. باي صف تدرس؟ سادس باء. باي مدرسه؟ عبد الله بن حارث. طيب هل قد شاركت ببرنامج زي كذا ولا هذه اول مره؟ لا والله هذه اول مره. طيب عرفنا بالتحية الكشفية. اوكي. طيب وش اكثر فعالية عجبتك بالبرنامج؟ فعالية هذيك شد الحبل اللي ايه هذه احسن فعالية. طيب هل وش اللي حثك على انك تدخل كشافة او شدك؟ والله العظيم شدني الاحترام ويعني من تضبطين بالكشافة. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم البراء بدر الصقر. بأي مدرسة؟ أبي عمرو البصري تحفيظ القرآن الكريم. بأي صف تدرس؟ رابع ثاني. طيب وش النشاط اللي عجبك؟ والله كله عجبتني. طيب وش اللي شاركت فيه؟ شاركت في مع أستاذ ربيع ربعان.
طيب شلون التحقت بالكشافة؟ من أستاذ ربعمان الله يجزاه خير. شكرا لك. عفوا. السلام عليكم. أشكر مدرسيني إنهم دعمون، هم أمي وأبوي دعمون بشكل كبير، وأخيرا حصلت هذا على الوسام. وأشكر شبكة المجد التي حفزتن وبدأت أتربى عالية. الاسم الكريم عبد الله فادي سعد. بأي مرحلة دراسية تدرس؟ خامس ابتدائي. وش وبأي مدرسة؟ أبي عمرو البصري. طيب وش التحية الكشفية؟ هذه لزميلي وهذه للقائد. طيب وش أكثر شيء أعجبك بالاجتماع اليوم؟ البدنية. طيب وش أكثر وش اللي شدك إنك تدخل كشافة؟ الرحلات ومساعدة الناس. شكرا. عفو. الاسم الكريم فارس عبد الرحمن شلاش. بأي مرحلة دراسية تدرس؟ خامس. وش المدرسة اللي تدرس بها؟ أبي عمرو البصري. وش أكثر شيء أعجبك اليوم بالاجتماع؟ والله الحمد لله كل شيء. طيب وش هل قد شاركت بالاجتماع قبل ولا لا؟ نعم. وش يعني رحلات وفعاليات ومساعدة الناس وروح مستشفى عسكري. طيب وش اللي شدك انك تدخل كشافة؟ مساعدة الناس ومن أجل الله والوطن. شكرا. عفوا. السلام عليكم، أنا فارس عبد الرحمن شلاش من مدرسة أبي عمرو البصري صف خامس ابتدائي. أنا أحب أني أشكر المجد مرة لأنه أفضل قناة بشبكة المجد وأدعمهم بكثير مرة، وأتمنى أنهم يستمرون بكثير. السلامة. السلام عليكم، أنا عندي مشارك كنت بشارك شعر. بسم الله. البعض من جهله لا يعرف الأدب، بذيء قول ذو فحش إذا غضب، اغضب ولكن بعقل لا بحمق هوى، ولم وعاتب ولكن بين السبب، إساءة القول ليست حجة أبدا، ولا الشتائم تعلي القدر والرتبا. الاسم الكريم عبد الله سالم الفهدي. بأي مرحلة دراسية تدرس؟ خامس ابتدائي. بأي مدرسة؟ أبي عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم. وش أكثر شيء أعجبك اليوم بالاجتماع؟ أنه علمنا أكثر من شخص ربط الحبل وسألناهم وعطيناهم هدايا. وش اللي خلاك تدخل الكشافة اللي شدك يعني؟ الأستاذ ربيع ربيعان خلاني أتحفز أني أدخل، وحسيت أنه في تطوع والأجر من الله. صيحة تدي Yeah.
طيب عندكم صيحة؟ صيحة كشفية جديد. نحن كشافة ونحن كشافة نحن كشافة اسمنا اسمنا كشافة كشافة قوة عزيمة صبر إرادة قوة عزيمة صبر إرادة قوة عزيمة صبر إرادة صفقة كشفية جديد. معنا هي حركة تمويه يا محمد. الحركة التمويه تطوعية غير سياسية موجهة للفتية والفتيات ومفتوحة للجميع وفقا للأهداف والمبادئ والطريقة التي وضعها مؤسس الحركة الكشفية. تمام، إذا نعرف أنها حركة كشفية حركة تمويه الأخلاق الحميدة والتعامل الحسن وكذلك تطوعية، يعني ما يأخذ عليها أي مقابل، كل عمل لله، عمل يكون لله. واضح؟ نقلنا لكم بصوت الصورة في مدرسة أبي عمرو البصري في اجتماع الكشافة، وشكرا لكم على كريم المتابعة وإلى اللقاء.